هذا ويواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخروج المصابين ورعاية الدول الأجنبية. المزيد حول حركة دخول المساعدات للقطاع يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة في إرسال المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. إذا ما تحدثنا عن الجهود المصرية التي تتم من خلال مسارات عدة، تبدأ هذه المسارات فيما يتعلق بتجهيز وإرسال هذه المساعدات. التجهيز من خلال المركز الاستراتيجي الموجود للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، وهنا نتحدث عن خلية نحل كبيرة من المتطوعين في تجهيز كم كبير من المساعدات، سواء كانت إغاثية أو غذائية أو حتى مستلزمات طبية، ثم يعني تعبئة هذه المساعدات على الشاحنات الكبيرة الموجودة سواء في مدينة العريش أو معبر رفح. هذه الشاحنات التي يعني تصطف هنا في مدينة العريش بعدد كبير من هذه الشاحنات التي تذهب تباعا إلى معبر رفح، ومعبر رفح هنا نقطة فاصلة، تعد هذه البوابة بوابة إنقاذ الحياة لمن تبقى من الفلسطينيين داخل قطاع غزة. وهذه المساعدات التي تذهب تباعا وتدخل من خلال قطاع غزة من خلال القوافل العديدة والمساعدات العديدة التي تأتي من كل المحافظات ومن كل الأماكن المصرية لدعم الجهود المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثم المسار الآخر باستمرار عمل معبر رفح على مدار اليوم وعلى مدار الساعة فيما يتعلق باستقبال الجرحى والمصابين، عدد كبير من الجرحى والمصابين الذين يصلون يوميا داخل معبر رفح، يتم تشخيص الحالات المبدئية ثم إرسال يعني تحويلهم إلى المستشفيات المخصصة لعلاجهم، مع استمرار أيضا دخول شاحنات الوقود يوميا والتي يعني لها أهمية كبيرة داخل قطاع غزة لتشغيل المرافق الحيوية المختلفة. إذا نتحدث عن مجهود مصري كبير ويتم مضاعفته هذه الأيام وربما الأسابيع القادمة أيضا في دخول مزيد من المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.